تثار هذا التساؤل عن مدى الجدية إنه التواجد للعضلات الداخلية ليس فقط في مسألة الحرب ضد الإرهاب وهذا موضوع مهم جدا وإنما جملة من التوازنات. وقلنا هناك أطراف حتى ضمن التحالف السادس الحكومة هي لحد الآن على الأقل إذا ما أقول معارضة ولعلكم معارضة هي متحفظة جدا. إذا القضية مو سهلة. فإذا أرادت الحكومة اليوم تريد أن تمضي قدما افتراض فهو يبدو السيد السوداني اختار طريق التفاوض بمعنى أن الاتفاقية أولا لازم يصدر قرار من الحكومة وليس من النواب يعني حلقة الحكومة تقول للطرف التحالف أنه أنا بعد لا أحتاج وجودكم وهذا الكلام يوثق وبقرار وعلى وفي ضوء ذلك إذا صار رفض أو ممانعة ذاك وقت حننتقل إلى حالة جديدة حالة صراع ذاك وقت. وأما إذا كان المضيف لأنه إذا كان نتحدث على الاتفاقية الأمريكية يربطوها فلازم هناك الطرفان يكون هناك يتفقون. فإذا القضية سياسية ومتشابكة ومعقدة وأنا أعتقد فعلا من الحق أن يسأل إنه مدى الجدية وعدم الجدية بالموضوع ولا يمكن الذهاب أنا أقول من بغض النظر لا يمكن الذهاب بهذا الموضوع إلى النهاية أن نتأمن قاعدة واسعة لهذا قرارها قاعدة وطنية واسعة وأن يكون هناك دولة متمكنة وقوية. لكن للأسف هذه الأمور ماذا نشوفها؟ تلاحظ هناك ميل للاحتكار السلطة رغم بآليات انتخابية بها والقرار يطلع من طرف واحد ما كان من أغلبية ولكن هي أغلبية نسبية كلها. فلذلك أشوف أكو فرق ما بين حجم المتطلبات هيك قرار ببعد الآن والاستراتيجي وما بين تأمين مستلزماته وهذه الإشكالية اللي حتبرز. لذلك الموضوع هذا أكبر من أن يطلق كشعار.